نتحول إلى محمود العزالي في القليوبية. محمود، يعني حدثنا عن الإجراءات الاحترازية المتبعة لديك في محافظة القليوبية وحتى قبل الاستراحة حتى الآن. بالفعل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة هنا في محافظة القليوبية بالتأكيد متبعة في جميع اللجان الفرعية البالغة عددها 689 لجنة فرعية منتشرة على مستوى محافظة القليوبية. أتحدث إليكم من مركز طوخ حيث تجري الانتخابات هنا في اللجنة 560، وكما نلاحظ هناك انتظاما في العملية الانتخابية إقبالا من الشباب الذين يحرصون على الحضور والإدلاء بأصواتهم. أيضا هناك إقبال أكثر من السيدات عظيمات مصر اللائي يحرصن على التصويت في هذه الانتخابات في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية. لكن المشهد أكثر زخما في القرى. نحن في مركز طوخ حيث يوجد مرشحين يتنافسان على مقعد واحد هناك بصفة عامة في جميع لجان محافظة القليوبية. هناك انتظام في التصويت، ولكن الزخم الأكبر كما قلنا من قبل ونؤكد من متابعتنا للعملية الانتخابية في أرجاء مركز طوخ حيث نتواجد، نجد بأن الزخم الأكبر والإقبال الأكبر هو على القرى التي تتجاوز حوالي 47 قرية، فضلا عن العزب والنجوع المتاخمة والتي يرتبط بها ارتباط كبير، ارتباط قبلي. الانتخابات هذه المرة وخاصة على هذا المقعد يحددها أو تحددها القرى. القرى هي من تحسم المقعد الوحيد المتبقي في محافظة القليوبية، وخاصة قريتي متكنانة حيث منها أحد المرشحين وهو رجل أعمال، والقرية الثانية كما قلنا من قبل نؤكد ونذكر السادة المشاهدين هي قرية كفر منصور بها أيضا أحد المرشحين. هناك زخم كبير وإقبال حج منهم، ربما تقترب نسبة الإقبال في هاتين القريتين تحديدا من 20%، ولكن نلاحظ اليوم اختلافا عن الأمس هناك حركة أكبر، إقبال أفضل، ولكن مع حديثنا مع من قدم ومن حرص على الإدلاء بصوته أكد بأنه لابد أن يدلي بصوته. لماذا؟ لأنه يرى بأن صوته يعتبر ميزان، ويصب في ميزان أو يرجح كفة ميزان من يمثله، وأنه حريص على الإدلاء بصوته لكي يأتي من يمثله في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان. إذن شكرا لك محمود العزالي مراسل الأخبار مصر من محافظة القليوبية.